مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في لقائنا اليومي على شاشه النيل من القاهره. جلال وانا هنكون معاكم في هذه الحلقه الخاصه اللي هنقترب فيها اكثر من القمه العربيه بملفاتها وايضا ملابسات انعقادها وايضا الظروف المحيطه بالامه العربيه اللي بتنعقد فيها هذه القمه، بالرغم ان هي القمه في دورتها العاديه وهي القمه طبعا ال 26. مساء الخير يا جلال. مساء الخير يا امل، ومساء الخير لكل حضرات الساده المشاهدين. لكم كل تحية من القاهرة، القاهرة التي تحتضن القمة العربية رقم 26. هذه القمة التي تعقد في ظروف في غاية التعقيد، هي ظروف ربما تكون استثنائية وظروف أخرى مضى عليها زمن طويل. القضية الفلسطينية، هناك صراع يقترب من 60 عام، لكن الجديد في ملف هذه القمة هو ما يحدث من تعمد من جانب بعض القوى الإقليمية للقضاء على الهوية العربية. ربما يتم هذا بأصابع عربية في بعض البلدان، ربما يكون هناك بعض الدلالات والمؤشرات في العراق وكما حدث مؤخرا في اليمن من انقلاب الحوثيين على الشرعية وعلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، هذا الرئيس الذي جاء بانتخابات شارك فيها الإخوة في اليمن وجاءوا به رئيسا لينقلب عليه الميليشيات الخاصة بالحوثيين ويحاصرون قصر الرئيس ويقومون بتنحيته قصرا عن الحكم، إلى أن جاءت الدول العربية وقادت المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا يضم العديد من البلدان العربية والشرعية في اليمن وتستجيب لنداء الرئيس اليمني بالتدخل للقضاء على هذا الانقلاب الحوثي الموالي لإيران بالطبع. على أي حال، الكثير من النقاش والحوار سيكون معنا. صحيح، وطبعا كما يرى البعض أو كما يجمع جميع الخبراء أنه ده أسوأ فعلا مرحلة بمر بها الأمة العربية. القضايا زادت تعقيدا، الإرهاب بيواجه أو بيضرب وبيعصف بدول بأكملها، وربما هي برضو من المرات القليلة اللي بنرى فيها استنهاض بشكل كبير من القادة العرب، زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، المسؤولية كبيرة الملقاة على عاتق القادة والزعماء العرب هذه المرة كون القضايا باتت أكثر تعقيدا. يبدو أيضا يا أمل أن ليبيا والملف الليبي يشغل بال القادة العرب. صحيح. أصحاب الفخامة والسمو في المشاركين في هذه القمة العربية بعد سيطرة الجماعات المسلحة، ليست الليبية ولكن أيضا تنظيمات القاعدة وتأخذ بعض المسميات الأخرى، لكن تنظيم القاعدة يتواجد إلى جانب المقاتلين الأجانب الذين يتواجدون على الأراضي الليبية ويسيطرون حتى على بعض الحقول النفطية داخل ليبيا. إذن الملفات كثيرة ومعقدة. صحيح، وفي عوامل مشتركة كمان فيها، يعني زي قضية الإرهاب مثلا، هي عامل مشترك في الكثير من القضايا والملفات. الجدير بالذكر كمان هو حرص القادة على الحضور لهذه القمة، التمثيل على مستوى الرؤساء في أغلب الدول. ليبيا أرسلت حتى رئيس مجلس النواب، لأنه ليبيا طبعا ملف أساسي ورئيسي، استكمالا لما طالبت به مصر في مجلس الأمن من رفع الحظر العسكري عنها ودعم الحكومة المنتخبة شرعيا والمعترف بها دوليا بالسلاح. بالتأكيد سيكون هناك محاور للنقاش في هذه الحلقة، وبالتأكيد أيضا أن التاريخ سيحكم على مواقف الدول في هذه الفترة الحرجة. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أن نرحب في هذه الحلقة بالدكتور أحمد مجدي حجازي، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة وعميد كلية الأداب الأسبق. أهلا بحضرتك معنا دكتور. أهلا بك. كما نرحب مشاهدينا كذلك بالسيد فيصل المجيدي، المحامي والناشط السياسي اليمني. أهلا بحضرتك. أهلا، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. طبعا البداية هتكون متابعة لتقرير عن اليوم الأول للقمة العربية 26، ثم نعود لنفتح الحوار على الهواء مباشرة من القاهرة. قمة
قمة عربية استثنائية تستضيفها مدينة شرم الشيخ في دورتها العادية 26 وسط مشاركة وتمثيل غير مسبوق على مستوى القادة منذ عدة قمم. القمة العربية التي تعقد على مدار اليوم وغد انطلقت بمشاركة عربية واسعة وبرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. قمة شرم الشيخ تأتي في لحظة حاسمة تواجه فيها الأمة العربية تحديات غير مسبوقة مع ما تشهده بعض الدول من أزمات سياسية وصراعات وانتشار للمجموعات الإرهابية والمتطرفة التي تهدد الأمن القومي العربي. تحديا آخر لا يقل خطورة، لأنه يمس الأمن المباشر لكل مواطنيها، وهو الإرهاب والترويع الذي يمثل الأداة المثلى لهؤلاء الذين يروجون لأي فكر متطرف كي يهدم كيان الدولة ويعمل على تقويضها. الأوضاع المضطربة في العديد من الدول العربية كانت على جدول أعمال قمة شرم الشيخ، ومن أبرزها الأزمة اليمنية وتطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق، فضلا عن تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. كما اهتمت القمة العربية الحالية بمناقشة بند صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، خاصة بعد إقرار وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم بشرم الشيخ مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة. مشروع القرار المقدم من مصر لتشكيل قوة عسكرية عربية، والذي وصف بأنه تاريخي، يكلل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأشهر الماضية عندما دعا إلى تشكيل قوة عربية لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الدول العربية من التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وعلى رأسها بالطبع تنظيم داعش الإرهابي. وفي ظل أجواء مضطربة تعم المنطقة العربية بأكملها، تأتي القمة التي تنعقد عليها الأمال في أن تكون بمثابة قمة للتضامن العربي ولم الشمل وتنقية الأجواء العربية، نظرا للتحديات الخطيرة التي يواجهها الوطن العربي. نجدد لكم التحية. دكتور أحمد، هبتدي مع حضرتك نظرة عامة على ملفات القمة. طبعا من الواضح أنه في إجماع على الضربات الموجهة ضد الحوثيين في اليمن، فهذا الملف يحظى بالإجماع. ما هي أكثر الملفات التي ربما تحتاج إلى المزيد من النقاش والبحث؟ بطبيعة الأمر القضية الأساسية اللي بيعاني منها المجتمع العربي بشكل أساسي، سواء كان الدول الخليج العربي أو الدول العربية، يعني بتعاني من أزمات كثيرة جدا، خاصة بعد فكرة الربيع العربي. وبالتالي مسألة الإرهاب هي القضية الأولى في هذه الملفات الأساسية، لأنها بتتعلق بكل الدول العربية بشكل أساسي، إنه التهديد ليس لبعض الدول وإنما التهديد للمنطقة ككل، وخاصة منذ فترة طويلة جدا. يعني مش عايزين نقول مؤامرة، ولكن هناك استراتيجية معينة عالمية لتقسيم هذه الدول بشكل أساسي وإحداث ليه حضرتك فرقة خطة، وليه حضرتك قلت مش عايزين نسميها مؤامرة؟ أنا مش عايز أسميها مؤامرة لسبب بسيط جدا، أنه يعني كان لينا دور في هذه المسألة، أنه العلاقات الخارجية مع بعض الدول كان في نوع من التفكك الأساسي بين الدول العربية، وبالتالي هي دي القضية. لأنه مؤامرة معناها أنه هناك أطراف معينة يمكن أن تدخل في الموضوع، ولكن هناك استراتيجية أساسية لتقسيم هذه المنطقة بشكل أساسي، وليس هناك ما يمكن أن نسميه يعني من طرف واحد أو مؤامرة من طرف واحد. بساعتك إذا كنت بتشير إليه أو بتدي دلالات له، هو مشروع الشرق الأوسط الكبير أو مشروع الشرق الأوسط الجديد، واسمه مشروع بروجكت. ما هو بروجكت صحيح، بس هو في تخطيط اساسا غير واضح. بس تمام، تخطيط بالضبط، تخطيط واستراتيجيه يعني معينه، يعني اقرب الى الخطه او المؤامره. خطه بس الخطه ليها اليات، وموضوعها ليها يعني شكل تخطيط يعني مستقر بشكل عام في عقول الغرب بشكل أساسي، خاصة أمريكا بشكل عام. هناك إذن القضية الأساسية هي الإرهاب والترويع،
مسألة أساسية، وأنا أعتقد أنه الرئيس السيسي مهتم بهذه المسألة منذ البداية، وعندما كان يتحدث يقول أن عندما كان يتعامل مع الخارج يقول أن الإرهاب ليس لمصر فقط وإنما هو للمنطقة ككل، وبالتالي هذه هي القضية الأساسية. القضية الثانية بشكل عام هو ماذا يحدث من أزمات في المجتمعات العربية بشكل أساسي. عندنا ليس اليمن فقط وإنما كان هناك العراق في فترات طويلة جدا حدث لها احتلال أساسي بخطة أيضا معروفة، هناك سوريا بشكل عام متأرجحة ما بين محاولة للقضاء على سوريا بشكل أساسي، لأنه الجيش العراقي والجيش السوري هو القضية يعني الحامي الأساسي لهذه المنطقة مع الجيش المصري، وبالتالي تفكيك هذه الجيوش العربية بشكل أساسي هو لصالح تقسيم هذه المجتمعات بشكل أساسي. إذن عندنا ملف الإرهاب، عندنا ملف الصراع العربي الإسرائيلي الذي استمر زي ما حضرتك بتقول لمدة 60 عام، وحتى الآن لم يحل بشكل يسمح للدولتين أنهما ينشأوا بشكل أساسي. عندنا أيضا ليبيا فيها مشكلة كبيرة جدا في ليبيا، لأنه لا نستطيع أن نتدخل في ليبيا إلا إذا طلبت ليبيا هذا التدخل من ناحية، من ناحية أخرى أن هناك مؤامرة أيضا على ليبيا بشكل عام، وبالتالي عندنا هذه الملفات كلها. إلى جانب أنا عايز أقول أن مفهوم الأمن اللي هو بنبحث عنه بشكل أساسي ليس هو أمن عسكري فقط، وإنما هو أمن بالمعنى العام، أمن اقتصادي، أمن سياسي، أمن اجتماعي. ولذلك أنا بقول أن هذه الفترة ربما تكون فترة تعيد النظر مرة أخرى في منظومة العربية بشكل أساسي، في الجامعة العربية التي يتولى رئاستها حاليا مصر بشكل عام. أنا أعتقد نحن في حاجة إلى إعادة النظر مرة أخرى في تكامل اقتصادي وسياسي عربي يستطيع ليس فقط من الناحية العسكرية وإنما من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية أيضا بشكل أساسي. ولذلك مفهوم الأمن تغير بشكل كبير جدا، ليس هو الأمن القومي داخل الحدود وإنما خارج الحدود، لأن هناك مؤامرات وهناك خطط عابرة للقوميات بشكل عام تستطيع أن تقول أن مفهوم الأمن هو أصبح أمن إنساني وليس أمن عسكري فقط. لكن بيبقى فيه أولويات طبعا، طبيعي في المراحل المختلفة في أولويات. صحيح. طب خلينا ناخد النموذج اليمني مع ضيفنا السيد فيصل. اليمن يعني بعد الإطاحة بعلي عبد الله صالح تم التوافق بين القوى السياسية في اليمن على اختيار الرئيس عبد ربه منصور هادي في إطار اتفاق تم وبرضا كافة الأطياف، ثم سرعان ما بدأ الحوثيون يسيطرون على مقاليد الأمور. قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي بمحاصصة مع الحوثيين فدفع اليمن الثمن من الحوثيين. كيف تقيم ما حدث بعد الإطاحة، بداية من الإطاحة بعلي عبد الله صالح؟ اسمحوا لي في البداية أن أشكركم على هذا اللقاء، وحقيقة أبدأ أيضا بتهنئة الشعب المصري ورئيسه والجيش المصري والدولة المصرية على النجاح المتميز بهذا التنظيم والإدارة، وكلمة الرئيس السيسي التي وضعت النقاط على الحروف وشخصت الواقع بشكل جميل جدا، وأيضا أبرزت عمق النظرة الاستراتيجية لدولة مصر الشقيقة فيما يتعلق ببعدها القومي والأمني على مستوى المنطقة كل وليس في الإطار القطري المصري فقط، ولما للجيش المصري أيضا من عاطفة كبيرة لدى اليمنيين الذين يحترمونه بشكل كبير، يتذكرون أن هذا الجيش قدم الكثير من التضحيات في سبيل إرساء ثورة 26 سبتمبر 62، والمعلم المصري الذي أتى وعلمنا وعلم الكثير من أرساء العلم لدى اليمنيين. حقيقة أعتقد أن الإشكاليات التي حصلت منذ 2011 ترتبت عن عدة عوامل. بالفعل كان هناك ثمة ثورة قامت على دكتاتور حكم اليمن 33 سنة،
أتت المبادرة الخليجية في إطار دعم عملية سياسية حتى لا يصل اليمن إلى مرحلة الانهيار، وأيضا حتى لا تصل الأوضاع إلى مسألة الحرب الأهلية. لكن كان هناك ثمة إشكالية في المبادرة، كان أولها تمثل فيما يسمى بالحصانة الممنوحة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهو الذي سبق وأن حكم البلاد 33 سنة وبنى جيشا عائليا. هذا الجيش لم يكن للأسف الشديد نقولها لم يكن ولاؤه للمواطن اليمني بقدر ولا للوطن بقدر كما هو حال الجيش المصري الآن. واضح أن الجيش المصري صمام أمان للدولة المصرية. الجيش المصري له عقيدة منذ إنشائه في عهد أحمد عرابي، يعني مسألة من وقت محمد علي. واضح. نعم. وبالتالي هذا الجيش ربي فقط على حماية علي عبد الله صالح، والذي عين ابنه قائدا للحرس الجمهوري وأبناء أخيه أيضا على بقية المؤسسات الأمنية. عندما أتت المبادرة الخليجية منحت هذا الشخص، وكان حقيقة بضغط من دول الخليج حتى يتم الوصول إلى استقرار، وأتت بصيغة كما ذكرت في مقدمتك الرائعة بأنه انتخاب الرئيس عبد الرب منصور هادي، وتوافقت جميع القوى السياسية. مع الأخذ في الاعتبار أن المبادرات لتفادي الحروب الأهلية بالضبط لا يكون فيها رابح بنسبة 100%. بالضبط. الإشكالية التي حدثت فيما بعد أن هذا الرجل معروف عنه أنه ينقض كثير من الاتفاقيات، ولهذا أتى عبر جماعة ميليشيا تسمى جماعة الحوثي. هذه الجماعة ارتباطاتها بالمشروع الإمبراطوري الإيراني، تقوم على السلالية ميليشيا لا تحسن شيئا سوى القتل. بدأت بإصدار تهديدات قبل أن تستطيع أن تسيطر السيطرة الحقيقية على الأرض، تقول سنغزو جيزان، سندخل إلى نجران، ثم سنصل إلى مكة، بل وزادت على ذلك بالقيام بعمل مناورات على الحدود السعودية اليمنية، وقامت بارتباطات مع إيران تصور تقوم بتسيير 4 رحلات بين طهران وصنعاء يوميا، مع أنه لا توجد لليمن تاريخيا أي علاقة حقيقية مع إيران إطلاقا. لا يوجد مثلا لدينا في مصر هناك مدرسين يأتون، طلبة العلم يأتوا إلى هنا، الجانب الصحي مع السعودية 2 مليون مغترب يمني. طيب سيد فيصل، حتى لنخرج عن السياق، مستشار الرئيس الإيراني قال في تصريحات يعني لم يمر عليها كثير من الوقت أن بغداد هي عاصمة الإمبراطورية الإيرانية، وهو كان يعني ما يقول إذن هذه الخطة نحن نعلمها كعرب، والأمة العربية الآن تواجه محاولات تغيير الهوية العربية. أرجو أن تحدثنا فقط في ديموغرافية المجتمع اليمني، وكيف استطاع الحوثيون الموالون لعبد الملك الحوثي الذين يدينون بالمذهب أو يعتقدون بالمذهب الشيعي الاثنى عشري تحديدا أن يصلوا إلى هذه السيطرة؟ أين بقية المجتمع اليمني؟ سؤال جيد وفي محله. باختصار شديد، التعقيدات التي حصلت في اليمن أن هذه الميليشيا بعد ارتباطها الكبير بإيران وتزويدها بالسلاح عبر جيهان، سفينة جيهان أو واحد وجيهان اثنين، والتي اكتشفتها القوى اليمنية، وتم القبض على العديد من الضباط الإيرانيين وتم تقديمهم للمحاكمة. طبعا لما دخلت ميليشيا الحوثي إلى صنعاء تم الإفراج عنهم وتسليمهم لإيران. عندما تمكنت هذه القوى من أو القوة والميليشيا من صنعاء واكتسحت العاصمة صنعاء وحاصرت الرئيس وفرضت عليه الإقامة الجبرية وخلعت رئيس الوزراء وفرضت عليه الإقامة الجبرية وقضت على الدولة اليمنية، وتمكن الرئيس فيما بعد من الخروج من صنعاء بطريقة حقيقة فيها الكثير من الإذلال، إلا أنه وصل إلى عدن، وهنا ظلت جماعة الحوثي تلهث وراء الشرعية، فأرادت أن واستخدمت الطيران في قصف القصر الرئاسي في عدن. الملاحظ هناك أن شيئا عاما حدث، وهو أن إيران اعتقدت أنها في الزمن الجميل في العصر الذهبي لها، وكان يتم تحت الطاولات اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لجعل هذا المشروع هو المهيمن والمسيطر على المنطقة في ظل تراجع الأداء العربي. كانت تريد من خلاله، ولعلكم تدركون المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي تريد من خلاله إدارة أوباما أن تحقق نصرا دبلوماسيا لتصل باتفاق إلى هذا الملف، فكان على حساب الملف العربي. ومن هنا قال ذلك السياسي وذلك السياسيون بأن بغداد هي العاصمة.
انظر يعني الى العجب. انا اسمح لي انا هقطعك عشان هنروح لموجز، بس يعني هو من العجب ان الولايات المتحده الامريكيه يكون بينها وبين ايران تفاهمات في موضوع الحوثيين، وهي تكون من اوائل القوى العظمى التي تؤيد ضرب او مهاجمه الحوثيون. اعتدنا هكذا من الولايات المتحده الامريكيه. خلينا نروح لدينا ابو الفتوح موجز لاهم واخر الانباء ونرجع نستكمل حوارنا. موجز الساعة، مرحبا بحضراتكم من على شاشة النيل للأخبار. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال جلسة العمل الثالثة للقمة العربية في دورتها 26 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ. وقد بدأت أعمال الجلسة الثالثة بكلمة رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور. وجاءت جلسة العمل العلنية الثالثة عقب الانتهاء من أعمال الجلسة المغلقة التي عقدها القادة العرب بالقمة العربية في وقت سابق من مساء اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ناقشوا خلالها البنود المطروحة على جدول الأعمال ومشاريع القرارات المرفوعة إليهم من جانب وزراء الخارجية العرب والمتعلقة بحماية الأمن القومي العربي وتعديل ميثاق جامعة الدول العربية وقضايا فلسطين وسوريا وليبيا واليمن والصومال. شدد الرئيس السيسي خلال افتتاح أعمال القمة 26 في شرم الشيخ على خطورة التحديات التي تواجه المنطقة العربية ومن أهمها الإرهاب، الذي أكد أنه يهدد كيان بعض الدول العربية ويقود استقرارها. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية ذات مغزى ومضمون حقيقي تتسق مع أهدافنا في الحفاظ على الهوية العربية وصد محاولات التدخل الخارجي في الشأن العربي. وخلال كلمته في مستهل الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، قال أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح إن الوضع في الوقت العربي يزداد سوءا وتدهورا، وذلك في ظل التصعيد في ليبيا والتدهور الأمني في اليمن. وعرب أمير دولة الكويت عن تفاؤله بتولي مصر رئاسة الدورة الجديدة للقمة. أكد ثقته بأن الرئيس السيسي سيضع قدرات مصر وإمكاناتها في خدمة قضايا الأمة العربية. أما من جانبه فقد قال خادم الحرمين الشريفين عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، قال إن الحملة العسكرية العربية ضد الحوثيين في اليمن ستستمر حتى تحقق أهدافها وينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار. أكد الملك سلمان أن الرياض تفتح أبوابها لكافة الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره والاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. هذا وقد أعرب الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي عن سعادته لتضامن وتكاتف الدول العربية ودعمها لشرعية واستقرار اليمن. وقد أكد هادي أن حضوره اجتماعات القمة العربية هو حضور لليمن بشرعيتها الدستورية، وكذلك من أجل إيصال صوت الشعب اليمني للأمة العربية. وقد دعا هادي إلى استمرار عملية عاصفة الحزم حتى تعلن ميليشيات الحوثيين استسلامها وترحل من جميع المناطق التي احتلتها في مختلف المحافظات، وحتى تغادر تلك الميليشيات مؤسسات الدولة ومعسكراتها وتسلم كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. هذا وقبيل انعقاد القمة عقدت جلسة مباحثات ثلاثية ضمت الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودي والرئيس اليمني عبد رب منصور هادي. وقد صرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول التأكيد على أهمية خروج القمة العربية بالنتائج المرجوة التي تحقق أمال وطموحات الشعوب العربية وتحفظ وحدتها وتصون مقدرتها. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذا الموجز لهذه الساعة، ولكن متابعة النيل ما زالت مستمرة مع حضراتكم. بعد هذا الفصل تلتقون بالبرنامج الحواري مرة أخرى من القاهرة، أمل رشدي وجلال عوارة. كونوا معنا وإلى اللقاء.
طيب نكمل حوارنا. احنا طبعا فاتحين احد الملفات الهامه جدا او القضايا الهامه اللي بتناقش في القمه العربيه. دكتور احنا توقفنا في اليمن بما اننا بنحاول نحلل القضيه اليمنيه او ماذا بعد كمان الضربات دي هتؤدي الى ايه. ايه اللي خلى الظروف تقول الى هذا المنعطف؟ ده كان سؤال جلال. لابد من انه هناك في معطيات كانت موجوده وفي تفكك سياسي واجتماعي داخل اليمن، ومن ثم لم يتمكن اليمنيون من تنفيذ المبادره الخليجيه الى ان حدث ما حدث. ايه هي المعطيات دي؟ اولا انا حتى تعالج يعني اليمن فيها منذ عبد الله صالح، منذ الفترة بتاعت عبد الله صالح كان في تفكك في داخل اليمن، وكان في نزعة انفصالية في الجنوب، انفصالية كانت موجودة بالضبط. وبالتالي كمان الأخطر من هذا هو انه المواطن اليمني اساسا هو كان شاعر ان هو مغترب عن اليمن، شاعر ان هو بالاغتراب عن اليمن ومنعزل بشكل اساسي، لا يسمح له بالمشاركة السياسية ولا يسمح له حتى بالتعبير عن آرائه بشكل عام. ده إلى جانب طبعا أنه اليمن في ظروفها الأساسية أو سماتها الأساسية قبلية بشكل أساسي، فتلاقي أنه في صراعات كبيرة جدا بين من هم مع عبدالله صالح ومن هم خارج نطاق هذه الرؤية بشكل عام. وبالتالي منذ يعني الانقلاب اللي حصل في اليمن بشكل أساسي وحدوث الانتخابات مع الرئاسة الجديدة، بدأ يبقى في تفكك كبير جدا في داخل اليمن، وبالتالي الصراعات بدأت تظهر بشكل أساسي في اليمن. وإلى جانب طبعا إيران لعبت دور أساسي في هذه العملية بشكل عام، وحست هؤلاء ما يسموا بالحوثيين لمحاولة الضغط على اليمن حتى يصلوا إلى السلطة بشكل أساسي. والحقيقة أنا بسأل حضرتك السؤال ده علشان نصل بس إلى ماذا بعد ضرب القواعد الخاصة بالحوثيين، يعني مع نجاح الضربات، لكن هل من تصور لإنقاذ اليمن بعد مثلا ضعاف الحوثيين؟ هو ده هيتوقف على الظروف في داخل اليمن بشكل أساسي. يعني احنا يعني طبعا ما نقدرش نقارن ما بين العراق وما بين اليمن، مختلف الى حد كبير جدا، لانه العراق كان فيها نوع من المؤامرة الحقيقية والخطة الأساسية لاحتلال العراق والمحافظة على او السيطرة على المصادر النفط والثروات النفطية بشكل لو العراق كانت مش بس نفط، كانت زراعة ونفط وصناعة وآثار وحضارة الى اخر هذه المسائل. لكن يعني الخطة او المؤامرة مش للسيطرة على الزراعة، بالتأكيد للسيطرة على لا هو هو كان تفكيك الجيش العراقي وتفكيك المنطقة بشكل أساسي، وبالتالي هم بدأوا بالعراق ثم بسوريا ثم بالمنطقة بشكل أساسي. المؤامرات بتتجدد بشكل عام وفقا للأحداث وفقا للمتغيرات الدولية والمحلية. إذن المسألة هنا أنه هناك في اليمن حتى الآن صراعات، من يحسم هذه الصراعات هو المواطن اليمني أساسا، ليس خارج نطاق المنطقة في اليمن بشكل عام. زي المجتمع المصري، من الذي حسم الصراع في داخل المجتمع المصري؟ المواطن المصري. وبالتالي القيادة السياسية إذا كانت يعني قادرة على لم الشمل في داخل المجتمع اليمني يمكن ان تكون هناك. ده السؤال يعني عذرا دكتور احمد فضل. ده سؤال امل لسيادتك وحضرتك استاذ في علم الاجتماع السياسي. المقارنه ما بين اللي حصل في مصر بعقيده الشعب الجيش المصري وبتكوين الشعب المصري اللي ما فيهوش اختلافات ايضا يختلف في المقارنه والقياس مع واقع المجتمع اليمني. نحن نتحدث الآن عن حوثيين يدينون بالولاء إلى عبد الملك الحوثي، وهم تسموا الحوثيين على اسم الحوثي عبد الملك الحوثي الذي يأتمر بأوامر إيران. هناك وحدات في الجيش اليمني ربما بعضهم من السنة وليس من الشيعة ولا الاثنى عشرية اليزيدية ولا حاجة، لكنهم ينسقون المواقف ويتأمرون على اليمن لصالح المشروع الإيراني مع علي عبد الله صالح.
إذن المقارنة والمقاربة بعيدة بعض الشيء. ده السؤال لسيادتك، وماذا بعد الضربات العسكرية، وماذا بعد تدمير الأسلحة التي يمتلكها الحوثيون وحتى الوحدات الموالية لهم من الجيش؟ نحن في احتياج زي ما سيادتك قلت إلى لملمة هؤلاء في موقف واحد لخدمة قضية اليمن، كيف نصل إليها؟ نصل إليه هو القضية الأساسية في اليمن حاليا، الأزمة الموجودة في اليمن حاليا هو التشرذم ما بين علي عبد الله صالح وفرقته أو قبيلته والبقية أفراد الشعب اليمني بشكل عام. أنا أتصور أنه بالمبادرة اللي حاول عبد الله صالح يبعتها من خلال ابنه للسعودية، أعتقد ده دليل على أنه اليمن أصبح أو عبد الله صالح وقبيلته لا يستطيع ان هو يستمر في هذا الموضوع. بس عاوز حضرتك تشرح المبادره، انا احنا عارفينها بس سيادتك المشاهد لانها لسه النهارده يعني. هي المبادره انه ابن علي عبد الله صالح اللي هو احمد راح للسعوديه وقابل وزير الدفاع السعودي وطلب منه مطالب معينه على اساس ان هو يتخلى عن الصراع في داخل اليمن من خلال يعني وقف الحرب للحوثيين بشكل أساسي ويقضي على هذه المسألة ويبعد الحوثيين عن الحكم بشكل عام. هو المبادرة أو العرض أو الصفقة المعروضة أنه مش يخلص من الحوثيين، أنه يتنازل عن دعمه للحوثيين. ما يتنازل عن دعمه للحوثيين هو يخلص من الحوثيين، يعني عندنا زي ما المجتمع المصري أما جاء الفصيل الديني وقال إذا تخليتوا عن المسألة ديت في سيناء هيبطلوا. أيوه. هي نفس القصة بشكل أساسي، لكن هو طبعا زي ما في مقابل أنه يحصل على مزايا خاصة بعبد الله صالح، مزايا خاصة بعبد الله صالح وقبيلة عبد الله صالح من خلال الأموال التي لديه، لأنه مجمد الأموال بالنسبة له، أنه من خلال أنه يستطيع أن هو يعني يستمر بالحصانة بشكل أساسي، لا يلاحق قضائيا ولا يلاحق بالأموال. ودي كانت المبادرة بتاعت الدول الخليج بشكل عام عشان تهدئة الأمور في اليمن حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى حوار، يستطيعوا من خلال هذا الحوار أنه يحصل في يعني هدنة وطنية حقيقية في داخل اليمن. أنا أعتقد أنه هذه الضربة اللي حدثت يعني أنا أعتقد أنها يمكن أنها تؤدي ثمارها بشكل أساسي، ولكن النتائج لن تكون بالشكل اللي احنا متصورينه أنه يهدى المجتمع اليمني بشكل أساسي، لأنه هناك عوامل خارجية وعوامل داخلية بتلعب دور أساسا في هذه المسألة في تطوير هذه الحرب الأهلية في داخل اليمن. طيب خليني في نفس السياق أروح لحضرتك سيد فيصل، المجموعات أو الأحزاب اللي انقلبت على علي عبد الله صالح وقامت بالثورة اليمنية، أين هي الآن وأين مواقفها المختلفة، وهل يمكن أن يعول عليها في مستقبل رسم سياسة جديدة بعد ضعف الحوثيين؟ سؤال جميل جدا حقيقة وجوهري أيضا. اسمحي لي قبل الإجابة على هذا السؤال أن أوضح إضافات إلى ما ذكره الدكتور، هي أن علي عبد الله صالح ونقله اليوم وقعوا في فضيحة كبيرة جدا من خلال تسريب قناة العربية لما حصل من اللقاء، إذ أنه ذهب إلى الرياض طارحا الطلبات التالية: أولا أن يتم رفع اسمه من لجنة العقوبات والتي حددت أن ما نهبه علي عبد الله صالح طوال 33 سنة 60 مليار دولار، أي ميزانية اليمن لسنوات وسنوات. الثانية بأن يعزز الحصانة له ولابنه. الثالثة أن يتم عدم ملاحقته قضائيا وإعلاميا أيضا. في مقابل ماذا؟ هذه الطلبات له ولأسرته، ليست حتى لمجتمعه، ليست حتى لقبيلته، حول نفسه هو يرى اليمن من خلال مصالحه وماله. في مقابل ماذا؟ أنه يجيش 100,000 جندي من الحرس الجمهوري الذين يؤمنون به، و5,000 من القوات الخاصة لمحاربة الحوثيين. لكن تجارب
دول الخليج أساسا مع هذا الرجل والذي استمر 33 سنة، وظهر كثير من الزعماء حقيقة تلاميذ عند علي عبد الله صالح في مقابل ما نهبه من هذه الأموال أيضا، واستمر بالتلاعب باليمن وبالمنطقة كل هذه الفترة. فكان جواب وزير الدفاع قاطعا بأنه لا يمكن الحديث سوى عن المبادرة الخليجية وأن يتم تنفيذها، وأبلغهم بأنه سيكون هناك ضربة كما صرحت وسائل الإعلام. وبالتالي أعتقد أن هذا الرجل سيصبح من الماضي في المستقبل القريب، وتاريخ 26/3 له ما بعده. والموالين له هيكونوا فين؟ لسه هسأل. طب هيفضلوا الموالين ليه؟ هيروحوا فين؟ الموالين له دعي